بعد آخر يثبت العدوان السعودي حقده الدفين على أبناء هذا الشعب العظيم ومقدراته، ومطار الحديدة الدولي خير شاهد على ذلك. فمساء يوم أمس كان المطار على موعد جديد مع غارات العدوان ليحطم ويدمر المدرج الرئيسي ويصبح غير قادر تماما على استقبال أي رحلات. الضربات كانت مركزة على مدخل المدرج من الجهة الشمالية والجنوبية وعلى مدخل المطار الرئيسي، وبالتالي الآن المطار خارج عن الجاهزية كاملا. مطار الحديدة الدولي والذي يعد من أكبر المطارات في الجمهورية اليمنية كان العدو قد استهدفه منذ 3 أبريل بكل وحشية ودمر الأجهزة والمعدات الخاصة به، رغم أنه مطار مدني لا علاقة له بالجوانب العسكرية. يعني مطار الحديدة الوحيد اللي كان عدو موجود معنا لإجلاء الرعاية والأجانب، بالإضافة إلى إحضار اليمنيين من الخارج يدمروا البنية التحتية. ليش؟ لا موجودة أسلحة، لا توجد أسلحة في المطار، لا توجد قوة عسكرية داخل المطار المدني. هذا مطار مدني، مش إنه تكون عسكرية، حتى المضادات والدفاعات الجوية مش موجودة فيها، مطار مدني ما فيش أي عسكرية فيه. أكثر من شهر والعدوان السعودي يواصل عدوانه على اليمن تحت حجج ومبررات واهية تتنافى مع المبادئ والأخلاق والمواثيق الدولية، ليشرعن لنفسه قتل الأبرياء وتدمير مقدرات الوطن وانتهاك سيادته. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة. أقدم طيران العدوان